في عالم بيقول مثلا انه هذا الشيء كثير حلو واللي عم تعمليه فكره كثير حلوه، وفي عالم مثلا انه هي بنت ليك انه ما بيعجبهم. هلا، واضح. انا اسمي سعاد، عمري 25 سنه، دارسه بانكينج اند فاينانس، كمان بشتغل موتو تاكسي للبنات. صار لي زمان اوريدي بسوق موتيك، ودائما عندي فكره انه ليش ما بعمل مثلا، يعني يكون شغلي مثلا هاي هوايتي وبكون شغلي مثل هوايتي. كنا سهرانين مره انا ورفقاتي قاعدين، كانت رفيقتي عم تقول لي انه انا كثير عم بتاخر لارجع من الشغل. قلت لها انه شغلك حد محلي، ليش ما انت بس خلصي وصلك، انه انا ما عندي مانع بالنهار اللي انت بتكوني مأخره فيه. عم بتقول لي انه ليش ما تشتغلي مثلا تاكسي على المطار للبنات. ومن هون طلعت الفكره. انا بطلع وراي بس بنات. اولا هذا الشيء سيفر اكثر لالي، احسن لي واحسن لهم. في عالم بتقول لي مثلا انا بخاف على الموتور، الا مثلا جربي مره حسوق فيك على شوي على رواق وشوي شوي وبتصير. اكيد بيكونوا متماشين فيه زياده عن زمان، بيكونوا متماشين بثيابي، بس انه عادي رواق بتفهم وما عندي مشكله حتى اخذ وقتي مع لهالزبون. هلا انا اكثر شيء ضمن بيروت، بعد لهلا ما طلعت برا بيروت، بعدني يعني ما بعرف حتى انه التكلفه كيف حتكون برا بيروت، يعني بعدني عم بدرس هذا الموضوع. في عالم بيقول مثلا انه هذا الشيء كثير حلو واللي عم تعمليه فكره كثير حلوه، وبعد وفي عالم مثلا انه هي بنت ليك انه ما بيعجبهم. انت كيف اهلي كانوا سبورتيف وقال انه انت فيك تجربي، يعني اذا جربتي وعجبتك بتكملي فيها، جربتي وما عجبتك ساعتها انه هذا الشيء بايدك طالع، يعني هذا القرار قرارك. هلا اكيد كل نهار بنهاره في زباين جديد عم تحكي معي، بس عندي كذا زبون بنهاري بيكون خلص ثابتين على هذا الدواء، عم بيكونوا مثلا كل يوم عم بيشوفوني مثلا مش مره كذا مره بالنهار، عندهم مشاوير حسب دوامهم من الصبح وبعد الظهر بكون انا عم باخذهم وعم جيبهم. كل شخص لازم ويضل متابع ورا حلمه والفكره اللي هو عم بيفكر فيها على طول. ما بتعرف هالفكره لوين حتاخذك لقدام، خليك عم تحاول، ما تستسلم، ما حدا يستسلم بسهوله، خليكم قوايا وان شاء الله بتجينا ايام بعد احسن من هيك وبيرجع البلد اقوى مثل قبل.